تغذية بصرية، تسمع بالتغذية البصرية؟ اي والله هذا الشيء اللي يميز المكان. يا اخي وخر لي يا اخي. ليه اجلس عندك لحو وزعنا وزعنا الاطران الزين. اليوم قررنا نطالع عمرك نروح التلفريك. التلفريك جميل فوق الجبل. في الناس من ابرز الامور اللي تهمهم يقول لك زين وضع المنقبات هنا، وضع اخواتنا اللي يجون بعباياتهم، وضع شو الوضع بالضبط؟ صباح الخير. هلا والله غلا. اليوم بداية اليوم الثالث، مزودوا الشغلات الحبوب والأمور اللي تحتاجها، كل شوي قاعد يضبطونك بشغلة جديدة. أجواء اليوم مشمسة، عندنا اليوم سالفة إن شاء الله، بس بتكون هناك داخل تبليسي، ألو ما تفاجأ. وبس هاي هذا المكان اللي حنا فيه يسمونه متسخيتا. متسخيتا أقدم عاصمة موجودة في جورجيا قبل ميلاد 400 سنة تقريبا، 500 سنة. بعدها استقروا في العاصمة تبليسي في قرية موجودة قدامك هناك على ملتقى النهرين. المكان جميل جدا جدا جدا. الشمس اللي ساطعة وضاربة على النهر يمكن مخرب التصوير شوي، ولا المكان جدا رائع ومن أروع ما سترى هنا. ما تبعد عن تبليسي إلا 15 دقيقة تقريبا، 15 دقيقة مو أكثر. انظر من الجانب الآخر، القلعة جميل جدا. شوف شلون اللي يميز جورجيا يميزها عن غيرها من البلدان، يعني خلينا نقول مجاورة، السهول اللي موجودة تشوفها بالشكل هذا، يعني تجيك ما في ظلعان، يعني الجبال اللي موجودة تحس انها سهل سبحان الله، ومغطية كلها بالشجر. هذا اللي يميز جورجيا يعني غيرها. وهذه يعني لو نرجع للأصل ترجع إلى سلسلة جبال القوقاز، تجي بالشكل هذا تحس انها هضاب عظيمة سبحان الله. تدري المسلمين دخلوا من هنا ولا ما تدري؟ اهلا. هلا والله. هلا ابو نمر. شوف الديار ما شاء الله، مكان بصراحة تحفة. ساعة صدر هنا. هنا تغذية بصرية، تسمع بالتغذية البصرية؟ اي والله هذا الشيء اللي يميز المكان. يا اخي وخر لي يا اخي. ليه اجلس عندك لحو وزعنا وزعنا الاطران الزين. الحين عمرك على وجهي هنا. اي والله. يا هلا والله ابو عبد الله. سلام عليك، اللياقه حلوه. تدري انه يعني في معلومه تاريخيه، تدري ان الديار هذه يقول لك ان اول دخول لها كان عن طريق المسلمين في فتح روما بالبدايات في سنه تقريبا 22 على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فتح روما هناك. تخيل الديار لما صارت على جهه الشام، بلاد الشام، وانت رايح كان هذا اول فتح لجورجيا يقال. بس يقال ان المصدر التاريخي المهم يعني في اواخر سقوط الدولة الاموية، منو كان اخر خليفة؟ كان واحد اسمه مروان بن محمد، كانوا يسمونه شدة بأسه الحمار، من شدة بأسه. ايه فالناس يعني مدحة، مدحة كبيرة عظيمة جدا. فناس يعتقدون قبل انه مروان بن محمد كان ضعيف عشان كذا سقط الدولة الاموية. تخيل في عهد هالرجل هذا الفارس العظيم، ها هو اللي فتح جورجيا وتبليسي واخذ عليهم أتاوى دينار ذهب على كل شخص موجود هنا، اخذ عليهم الجزيه، وصارت هذه من عواصم المسلمين تاريخيا. عجيب. هذا عام كم يمكن؟ تقريبا عام 129 الهجره تقريبا. عجيب. السنوات هذه. عجيب. بعدها بسنوات او سنتين تقريبا سقطت الدوله الامويه. ففتحات الدوله الامويه فتحات عظيمه، حتى جورجيا جايينها قبل الله حتى نعرفها احنا، يعني هاي ديارهم، فاهم؟ ديار المسلمين. طبعا تاريخ جورجيا تاريخ عظيم، يعني تاريخ من قبل، يعني من قبل الميلاد، يعني بسنوات طويله 400 500 سنه. وبعدين عاد قاموا يتقاسمونها. تيمورلنك جاء المغول لما اسلموا ودخلوا الاسلام، بدا تيمورلنك طال عمرك بغزواته وجاء هنا وخذ الديره ثاني مره بعد ما استرجعوها. جو طال عمرك بعدها خلينا نقول الفرس، وبعدهم جو او قبلهم جو السلاجقه، بعدهم جو العثمانيين، بعدهم جو، يعني تفاوتت الديره هذه، يعني فيها نسبه من المسلمين. كلن خذاها الديره. كلن لا، يعني هي كانت فتح عظيم للمسلمين، فما يعني ما خلوه، فاهم؟ ما خلوه يعني على مدى السنوات الطويله هذه كلها ما رضوا انه يخلون المكان هذا، مكان عظيم جدا صراحه. الحين نسبه المسلمين تقريبا 10% بالديار هذه. ايه قليله نسبتها. توها انفكت عن الاتحاد السوفيتي تقريبا في عام 1917. 1991.
91 نهايه الاستقلال. استقلال التام. نعم. 17 اجل كان استقلال جزئي، وبعدين ايه لما دخل الجيش الاحمر صح بعدها. صح كلامك. ترى موقع استراتيجي زي ما تقول، بالذات التجاره الاقتصاد موقع جدا استراتيجي جدا جبار. هذا المبنى اللي تشوف قديم ترى يمكن من عام 590 ميلادي مبني. الموقع صراحه خرافي، هنا فيه كميه تغذيه بصريه خضراء، هنا بتطلع عيونك خضر. لاحظت ان الجبال اللي موجوده ما فيها الضلعان، فاهم؟ لا لا تحس انه سبحان الله، هذه جبال القوقاز. اي نعم صحيح. هذا اللي يميز جبال القوقاز. هذا الجبل اللي احنا الحين عليه تقريبا ارتفاع يمكن 600 متر لكن جاي بين كانه ضخمه وطالع عن هالجبل، هذا اللي احنا عليه هنا. وتحت نهرين، يعني منظر مو بانورامي اكبر من ان يكون بانورامي. جميل جميل المكان صراحه. انا صراحه انصح اللي بيجي جورجيا مثلا يفكر مثلا يجي مع اهله ولا كذا جورجيا، تسكن فندق 5 نجوم، المدينه نفسها لا تقرب لها، خليك من بعيد البعيد. جيت لي لا 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 عن نفسي انا اقول لك عائله كعوائل. اي عائله لا تقرب المدينه، تحس انها شوي فيها، لكن اطلع بالليل، يمكن بالليل غير مناسب. وش قلتك المولية هذيك؟ يا ابو نمر نزل وسط فيضل. هذه هنا طالع لك تلقى الفياض في كل مكان. فلذلك اطلع من فيضل فيضة. يعني ديرة ربيع وديرة فياض وما شاء الله تبارك الله. طيب لازم تمشوني بالعاصمة، أنا ما شفتها. شر الله بعزك. عشان أعطي رأي، أنا جيت لي أنا حبيت بكرة طال عمرك والله. لا هي تصلح لنا شباب، عز الله تصلح لنا. أماكن أثرية وشغلات جميلة، لكن العوائل تحس أن الناس يعني في محلات عندهم خصوصيات. جميلة جدا، روعة صراحة. حمستنا أكثر أشوف. لا جميلة جدا. الله عندهم آيس كريم. مبطل آيس كريم حبيبي، ومبطل بقلاوة. يا سكر. الله. اليوم قررنا نطالع عمرك نروح التلفريك. التلفريك جميل، بيصعد فوق الجبل. شيء حلو حلو صراحة. تشوف المناظر كلها اللي موجودة تحت، كل المناظر استمتع طال عمرك، المناظر حلوة. بدأت الأجواء تدفى شوي 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 على خفيف. هذه أغرب سفينة مرت علي، كافي كامل صاير سفينة، حطوا الناس داخل وروحوا يتمشون فيهم. شيء حلو حلو حلو. أما الأجواء يا جماعة معلش تغرد. تلفريك اللي موجود ياخذك القمة ويرجعك ب 12 لاري للاثنين، يعني الواحد 6 لاري روحه ورده. زين 12 لاري اضربها بواحد ونص تقريبا 18 ريال. وهذا التلفريك الجميل، وهنا التلفريك المغادر. تصعد طال عمرك من هنا وروح، عسى ما تفقد الناس طاريك. اي والله هذا كل شيء متوبعنا، كل شيء يقول ندخل المكان ونقول بسم الله إلى النهائية وما بعدها. أما الإطلالة هنا ما شاء الله يا جماعة، شوف المكان اللي كنا فيه هناك، هذاك الجسر المعلق صورناه من شوي، مصورين من عنده. وهناك طال عمرك القصر الرئاسي تشوفه، هذاك القصر الرئاسي. بس المكان ولا أروع ولا أروع. داخل جو الله الله، أجواء حلوة. وشيء الحلو بجورجيا صراحة ترى أسعار مناسبة جدا، يعني تقدر تقول إن تميل للرخص أكثر منها للغلاء. جميلة جميلة، يبيك فترة 4 أيام 5 أيام كفاية، كفاية وأكثر يعني. وأقول لأبو عبد الله تعال تعال تقدر تطير درون، يقول لا يا ودي يمكن ما يعطوني مجال. شوف شوف هذاك مختار موقع، يا الله مطير درون، يعني شوف المدينة كلها ومن يبي صيده؟ انسى، هنا تعرف تصيد لقطتك صح. عز الله انه صادها، صادها وعشى متابعينه، انا اشهد. استوقفتني آية في كتاب الله وكأني أول مرة أقرأها، مع أني مررت عليها كثيرا في حياتي، ولكن سبحان الله هي فتوحات إلهية على القلب.
وهي قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. فقلت في نفسي: سبحان الله، يعني إذا ذكرت الله، الله القدوس الأعلى الملك الأعظم يذكرني أنا العبد الفقير الذليل المخلوق، يعني سأكون بعينه في رعايته في حفظه في توفيقه في ولايته، يحبني الله. بين المرات القديمة الجميلة، احنا نازلين ننزل بالتلفريك، لكن لما احنا قهوة موجودة تحت اطلالتها شيء ثاني، ما شاء الله تبارك الله. شو الاجواء يا حبيبي؟ والله والله في ناس الحين يقول ابو نمرتك فحذفني لا ترجعني بشربي. والله يا الله بشربي. شوف 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 تحت ما شاء الله تبارك الله، ناكل كافي كافي الجميل الحلو. الله عز الله، طحنا لنا مكان حلو. اذكر الله اذكر الله اذكر الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو مكان هنا؟ طال عمرك الكافي، هنا الكافي وهنا الاطلاله الجميله الحلوه اللي ما راح تشوف زيها في جورجيا كلها. بالغت ابو نمر؟ يعني تقريبا. معك احد؟ لا بالغ يا حبيبي. الاطلاله شوف 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 الاطلاله شوف 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 الاطلاله شوف الاطلاله شوف يا حبيبي. اي والله حبيبي. اللي يحب التسوق في عندهم مجمع كبير هنا اسمه الايست بوينت، بكتب لك اسمه. كل البراندات المحليه والعالميه موجوده عندهم. الشيء الجميل الموضوع واللي لازم تحرص عليه انه اي بلد تروح له احرص على البراندات المحليه، لان العالمي حلو لو جايب عيالي احسن. الله يحفظك الله يحفظك يا رب. الوكاد احرص على البراندات المحليه، لان البراندات المحليه تجي بسعر ارخص وذات جوده عاليه، اما العالميه موجوده بكل مكان. لا تكلف نفسك جايب من هنا نفس اللي موجود عندنا، مجمع كبير جدا جدا جدا. استهلت وامطرت ما شاء الله تبارك الله، لا اله الا الله. هي الذكريات، سبحان الله. هي الحياه كما شاهدتها دول، من سره زمن ساعته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شأن. يلا اليوم آخر يوم إن شاء الله لنا هنا، جهزنا الأغراض جهزنا كل شيء، روح شوف عبد الله ونروح طال عمرك ونخلي الذكريات الجميلة هنا. أي والله عساكم تجون هنية بصحة وعافية، اللهم آمين يا حبيبيني. والله غيرنا طال عمرك، طلعنا من العيادة ورحنا ناخذ لنا ليلة هنا بالفندق الجميل هذا اللي اسمه أمبساتوري، اللي يذكر قبل 5 سنوات يوم جيت أهلي هنا سكننا بنفس الفندق هذا أمبساتوري. جميل الفندق صراحة جميل، وعلى النهر. يا الله استيت مفتاح هذه بس تكفى افتح. الله جوك عليل الذيب. اي والله جوك عليل يا حبيبي. والله لا لا روعة روعة الفندق هذا، روعة. قابلك النهر، استمتع يا حبيبي. هلا والله. هلا وغلا. هلا ملك جورجيا. هلا حبيبي. كرون أحمد. هذا ملك جورجيا. أي شيء تبي بجورجيا عنده. كل شيء. يا حبيبي والله. وين رايحين؟ المكان إن شاء الله يحبه قبل. توكلنا على الله. وين بدر؟ يا بدر. يا أبو عبد الله. لحول هذا كل شيء مضيعه. أحمد. هلا بكزور. وحية. الله يحييك. مرحبا والله ومسهلا. عسى جورج عجبتك. زمان عجبتني. زمان جميلة. ما شاء الله استقبلتكم بالأمطار وتودعكم بالأمطار. يا حبيبي الله يطول لي عمرك. وعمرك يطول. عمرك ساعة. يا أخي بناخذ معاك حوار قصير. سم. عرفنا على جورجيا أوكي؟ من عيوني. حلوين. طبعا أعرفكم بالبداية، أحمد الحميد
من ملوك السياحة اللي موجودين في جورجيا، رجال أتعامل معه وتعامل معه أكثر من شخص بدون ذكر اسماء، من تقريبا 5 سنوات إلى اليوم ما شاء الله تبارك الله. بغض النظر عن الأمانة والصدق اللي هذه جبلة فيه، نتكلم عن أشياء عظيمة يقدمها هذا الرجل من خلال السياحة في جورجيا تحديدا. حلوين، وش اللي يخلي الناس تبعد من يمين ويسار وتجي على جورجيا؟ عطنا سبب. أول سبب الطبيعة البكر، الأمان العالي، قربها للخليج بدون فيزا، والأسعار نقدر نقول نوعا ما رخيصة، فهذه من أهم الأسباب اللي تخلي الناس تجي من الخليج إلى هنا، وتقريبا من أسهل الدول وأكثرها يعني خلينا نقول أنها تعجب الخليجيين وجاي على جوهم بشكل كبير يعني. فخامة موجودة، طبيعة موجودة، كشتات موجودة. كثير من الناس من أبرز الأمور اللي تهمهم يقول لك زين وضع المنقبات هنا، وضع الأخواتنا اللي يجون بعباياتهم، وضع شو الوضع بالضبط؟ ما في أي مشكلة، منقبات، يلبس القفازات، كلهم في حالة، وهذا واقع يعني شايفه من قريب، يعني مو مجرد أنه تسويق ولا شيء، لا هذا الواقع. وأنا من الناس اللي عايشين هنا أنا وأسرتي، ولا واجهنا مشاكل ولا شيء، السياح يجون يروحون ما واجهوا لا مشاكل ولا شيء. أعتقد أنه بعيد مشاكل عن جورجيا لسبب يعني يمكن يكون أبرزها أنهم أبرد شعب على وجه الأرض. وهذه الميزة الحلوة. العام الماضي تقريبا كلمتك في فترة الصيف شهر 7 أو 8، وللأسف صراحة خونت فيني وقلت لي ما في شيء. يمكن شوف أنا بقول لك مسموح، لأنه صراحة مفتوح لكل الدول ومفتوح لكل الجنسيات، وحتى اللي مثلا ما عنده جنسية يقدر يجي جورجيا، صح ولا لا؟ فهذا شيء معروف، وهذا اللي فاتح المجال جورجيا، وأنا أعذر. الآن طال عمرك الناس يبون يجون. شوف بالنسبة للحجوزات سواء عن طريقنا عن طريق غيرنا، أهم شيء الترتيب من بدري. يعني إحنا قاعد نشوف وفي ناس تتبهدل فترة الصيف، يجون يحجزون على طول، بيوصلون يحجزون لكن ما يلقون شيء فعليا. يعني شهر 7 وشهر 8 الدنيا تصير فل، فاللي وده الجاية جورجيا لازم يرتب من بدري، بغض النظر عن فئة الفنادق ولا مدري إيش، لا يتوهق ويحجز من بدري سواء عندنا ولا عند غيرنا، لابد أنه يكون الحجز بدري. كم يوم يعني خلينا نقول اللي تكفي بجورجيا؟ طيب هذه النقاط اللي جدا مهمة، في بعض الناس مو على كيفهم يجون مثلا 5 أيام 7 أيام إلى آخره، لكن أنا كنصيحة أنا أشوف أنه أقل شيء 10 أيام عشان تقدر تروح وترجع، لأن المدن يعني مثلا من تبليس الباتومي وهي أهم منطقتين بينها تقريبا ما بين 5 ساعات ونص إلى 7 ساعات، فهذا شيء متعب، فأنت لازم تأخذ 10 أيام أقل شيء.